بنت مات أمه وأبوه وهي عمره 5 سنين أو 4 سنين، قام عمه وشاله وحطه عند بنية مع بنياته عنده حرم بيته يعني مع مرته. من جت هالبنية وهم يبونه وهي ما تعرف سعيله وهم يبونه يعني مستنكرينه ولا يبونه معهم ولا ينظرونه ولا شيء أبد. هالبنية شافت إنهم ما هي مرغوبة صارت تصير تروح مع الدبش تقعد تلعب مع الغنم والدبش بحوش الغنم ولا هي بتشوفهم مع اللعب مع الدبش ما حد يدبره ومع اللعب مع الدبش تصير ريحته شينة. بدأ يقولوا لها تزبوجها ستجي ريحة شينة ويمكننا بعد تزغلي حول ولا حد يقول لها غسلي ويمكننا بعد تدغمل ولا حد يقول لها تسبحي ولا يسمونه إلا قميلي يا قميلي. أيوة قميلي من يوم جت بهالبيت وهي ما عمه مشغول عمه يطلع الصبح ولا يجي الا بالليل على العشاء ما يدري عنها ما يدري وش تاكل وش تشرب وش تلبس وش لون بني طيبه وبس. وهم وش يسوون؟ ما يخلونها تاكل معهم ابد ابد لا من قضوا من العشاء قالوا قبيله ضف المواعين وكل اللي تاكلين ضف المواعين ويسعينونه ولا منهم مثلا ملابس بنياته لا فذ منه قتبين ولا جداتهم عاد تاخذني حول تلبسهن واي شيء يفذ منهم اكله وشربه وقطايع خبز يقومون يقولوا يا قميله خذيه تبينه خذيه ما يعني ما تعز وتبز مثل بنياته. الزبده قميله عاشت بهالحياه اما ما هي بتضرب ولا هي بتحرم خلاص تركينه تقعد بشه ما تدبر لا بتنظيف ملابسه ولا بتنظيف جسمه. اي المهم قامت قميلة كبرت صارت تصير عمرها 9 قالت لها مرت عمه البسي يا الحنكة ترى يا العم تنظرونس وانت صرتي اموره تتلبس حنكة لان لاحظت عليه شعره طويل وكثيف مرت العم لاحظت عليه ان شعره كثيف وطويل وهي مهنة زود لا هي ولا بناته. المهم بنية بدت تلبس الحنكة اللي هي طر غدفة تلف على الوجه تلف على الراس كله ما يطلع الا الوجه. البنية زخت وغدت من ملح وصار عمره بطعشات 12 13 14 وما هنا ملح جسمه غدا بس انه وسخه وطمله ولا هي بتدبر تنظف روح ولا شيء ابد. المهم يوم صار مره قالت له مرت عمه اننا نبي نروح للعرس عرس العيال لعمهم وبتسقدين عند الصغيرين عاد ما ادري ولد وبنت ولا ولدين قالت ابي استقدين. قالت سمي تقوله قالت شوف انسان يبون الحمام عطشانين شي دبريهم لا تروحين وتخلينهم قالت سمي. قامت قميل وقعد فرشت فراش تحت رجلينهم وانسدحت حطت الطويسه بها ماء وانسدحت وتتامل الجو والسماء والنجوم وتأسى يعني توجد على نفسا يعني صرت كبير ولا حد خطوبا ولا حد ناظرا عمري 14 ولا حد ناظرا وما ادري بدت توجد على نفسه وهي توجد على نفسها تسلمت قطات. قالت له قميله قالت لي قالت نايم ولا صاحيه؟ قالت له صاحيه. قالت ودي تروحي للعرس؟ قالت لي والله ودي بس شلون لا معي لبس ولا معي شيء ولا. قالت قومي قومي معي وتجي تقوم تروح. قالت له تروشي تجي تروشي قميله. قالت دوت على الفستان تلبس الفستان اللي ما يوجد بالدنيا يلعج ياكل العين وكدت شعاره وواسته وعطرته وماكيوجته وغدت تقصوره البنت وشالنه ثنتين القطعات شالنه حطنه بباب العرس. قال شوفي لا منه تتسلم عمته وقال يلا يا مرة يعني بمرته بيروحوا للبيت اطلعي على طول حنا نودي تسلم بيتكم وحن واحدة منها تروح تنتبه للبزارين اللي يقومون. قالت خلاص وتدخل العرس تجدع بشته اللي هو عباته وتركض يا هلا والله سهله يا هلا والله بالضيوف تبدا تهلي وترحب علمنها القطعي وش تسوي وبدت تركض منه وتزغرت وتصفز وترقص العالم انهبل عليا وش هالبنت اهل الرجل يقولون اهل المراه واهل المراه يقولون اهل الرجل واللي يعرفون من ذولا ومن ذولا يقول ان احد الجيران ما يدرون منين جت هالبنت وكل اللي يتمناه له ولده من زينه. المهم تسمع ولد عمه
يا ولد دق من المعاميل، دق من المعاميل، تركض. هو يا مقبلة هاك البنت اللي شعره اليمين يقعد معه وتنسفه، بدا بس يناظره. هي جت تاخذ المعاميل وسحابت الخاتم، يا مسحبت الخاتم وجت تدفق الخاتمي، يا بنت خاتمي، ولا ردت عليه، تغنج بشعره ورقبته تروح تخليه. هو انهبلكات قلبه، راحت البنت وحطت المعاميل وجت وكملت رقصه وكملت عرسه وكملت عرسهم، وذا يوم ذا تسلم عمه قال يلا يا مور هالبيت، قضم تعشين وقضم الدهرين. يوم ذا ما تجي تطلع على طول تلبس عبتها وتطلع مع القطات وتوديه، تقوم وتفسخ فستانه وتفسخ الذهب اللي عليه، وتلبس ثوبها الوسخ وتلبس حنكته وتنسدح عند البزارين. وتجي مرت عمه قالت ها نمتي؟ قالت لا ما نمت. قالت قاموا عيالي؟ قالت لا ما قاموا. قالت يا الحمد لله، يلا حولي تخلي تنام بحوش الغنم. عاد حوش الغنم بو حجرتين وحوش واسع، بس انها مع البقر والغنم والدبش والدجاج، وعاشت حياتها متعود من يوم صغيره ما استنكرت هالشيء هي. المهم يوم مرت الايام ويجي ولدهم قليل، لا من قبل قال لامه من قبل اني بدور شغل برا ديرتي، اني بديرتي ما لقيت شغل يناسب لي، بدور شغل برا ديرتي. عاد قال لامه والميلي، جاء لامه يمه يمه يمه، قالت وشو؟ قال جهزي لي 10 قراص عقيلي، اني ودي اروح للديرة الفلانيه يذكرون بها شغل. اي بشوف تم بشغل الناس بن ولا رجعت؟ يقولون امه. قالت خلاص تقعد تعاجن. قالت متى تبي؟ قال عقب صلاه العصر. وما تجي تعاجن الظهر وتدر وتمثل القيل وتواسيه وتبدا تزينه، ما تزبل قميله. قالت عمي، قالت ودي زي معت قرص عقيلي. قالت لا 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 لا، تبينه يعافونه؟ لا تقربين، لا تقربين، انت وسخت وقملت. واحد يا عم وش دراه؟ قلت ولا تلمسي شيء معي، يلا يلا هناك هناك هناك. قلت طيب خلاص اجل باخذ واحد لي انا، بسوي بنقوش يصير مميز لي انا. قلت بس ابعدي عن قروسنا لا تحطينه معهن. قلت ما يخالف، تاخذ مثيله وتبدا يا ما رجت بيده منا، يا ما رجت بيده منا. يوم شافت عمته تلحز النار وصاده، تجي تحطه مع قروس الولد، تحط بسط الخاتم وتحطه مع حق الولد، وتاخذ واحد ثاني جديد وتبدا تلعب وتسنه حقه الاول. شافت عمته تلتفت له وتجي تحطه، تقبصه منه ومنه وتواسيه. قالت هذا حقي يا عمه لمنه قضى عطيني. وقالت خلاص تروح قميله وين من داخل ليش طايرت من الفرح ان ولد عمه يبي يلقاه. المهم جاء الولد عقب صلاة العصر، قال يما قضن، قالت لي تعطيهن اياه وعشر قراصات بكرتون، وياخذهن ويرتسب خياله ويمشي، يبي يروح للديرة اللي هو يبي اللي هو قايل لامه. وهو يمشي يا منتصف بالطريق صار مسيان الضعيف، ياكل واحد من القرص عقيل ويعطي فرس واحد، وياكل واحد ويعطي فرس واحد. يوم حط بفم فرسه الثالث ويبدا يقرش بثم الفرس شيء، قالها وش بثمه؟ ويروح ياخذ تراب على طبيعة البقرة والحمار والفرس، تكوح بثمهم شي يطيح اللي بثمه. قام وكاح وكاح تراب بثم الفرس وجدع الخاتم، قال خاتمي أخذته البنت ليلة زواج بنت عمي. شلون؟ منين جت؟ شوش دخل البنت عندنا؟ وش عرف أمي به؟ الأمر بو سر. ويرجع قال يمه يمه. قالت اسم الله عليك جيت وراك رجعت؟ قال بسألت. قالت وشو؟ قال من مزين معتا قرص. قالت ما زينه حد نبد وراه بو شاي بريحه. قال لا يمه بس من مزينه معت. قالت ما زينه احد. قال قولي لي يمه يا متي من جال من اليوم انت تزينينه؟ قالت ما جال من احد. قال يمه والله ما اعترفتي اني لا اطلع مع هالباب وانا براجع. قالت ما وقف معي حد نبت بس متى زعل؟ قال وشو؟ قالت قميل اخذت واحد قرص بدت تزينه لهي يوم قضى اخذته. قال طيب ويادي قميله ولا ندونه ما ادري شو اسمه، انا نفسي وانا حتسيكم ما ادري شو اسمه ولا ندونه الا قميله. قميله قالت نعم. قال انت زينه القرص مع امي؟ تغنج عرفت السالفه
وتصدد وتبدأ تعكس برقبته. قال أنت قالت إيه. قال أنت اللي حطت الخاتم؟ قالت إيه. قال منين جات؟ قالت أنا أخذته من يدك. قال أنت كاد أنت اللي أخذته من يدي؟ قالت إيه أنت طير مبوهك بي وأنا سحبته من إصبعك وحطيته بصدري. قال طيب تقبلين عريس؟ تركض تروح تركض تخلي له الأرض. يجي ينادي أبوي يابا يابا. قال سم. طبعا أبوي يجي عقب صلاة المغرب. قال أبي بنت عمي. قال والله أبرك من ساعة سمننا في دقيقنا وهذه بنية عمك ويتيمة أم وأبو ولا لها أحد. أبد يابوي لو تبي من الباسرة ملكة إياك. قالت أنا ولا يدخل عليا يا أم عبد ولا يدخل علي. قال أصلا ما شاورنات. قال الولد أنا أبي يا يمه أنا أبي بنت عمي والله ما والله ما أحط لك عرس ولا أعترف بك ودور لك مثال أنت يضفك أنت بنت عمي. قال سهلة الله أهم شيء إني باخذ بنت عمي إن شاء الله خلال الباتر وعقب إن شاء الله داخلين عليا. وينادي عمه قال قميلة لقتي عاد نادي عمرها العم ينادي يا قميلة ما أدري شو السالفة هنا. قال ترى ولد عمي تبيت وبيت تجهزي الروح تبنيتي ودوت هذه القروشات تدبري نفسك. قال طيب ويجي هالقطات فرحات انها تاخذ ولد عمه وينظف له غرفه البقر ثلاث غرف وغرفه البقر يحطون بجله بالجدار وينشفون بجله. وش الجله؟ مخلفات البقر اللي طلعنا نزل منه قاموا يرطبه على طول يحط الصوره بالجدار ومع التنشف وما عاد يحطون حطب بشته من القل والفقر من اول. اي قاموا القطات ذول الثنتين وحكنا الجدران وشالنا الوسخ اللي بالارض وطيبنا الغرفه وقاموا نسهلنا ورشنا بالمسك والشمطري وبخرنا وحطنا لك الفراش وما شاء الله تبارك الله. يجي يدخل العريس وترى البنت تقي صوره شو اسمه قميلة. قال وش هالزين وش هالزين متغبي؟ قالت والله انتم مغبين وانتم اهلكم. قال لي خلاص سامحينا ابد سامحين لو انا اشوف يوم دريت ان سنتي هذه اخذتت. قال يفرح به وتستانس. قالت يلا يلا تسنن وخذت مشته وعلقته وما الله ننام ونومة مباركة كالليلة. يوم صار الصبح تنتظره يقوم يهج من هالقميلة المدودة ما قام. أمه يوم صار الضحى ما قام وثر عندهم من هالتكرنة من أول كانت التكرنة تجي للبيوت يشتغلن إلى من يذن المغرب يروحون لبيوتهم لاحتجوهم الناس تجي من هك التكرنة. قالت روح يطقي عليهم نام نيمين عسلت أنا تبدأ تدعي وتشحي عليهم. راحت التكرنية ذي وطقت عليهم يوم طقت تفتح لها قميل ذرك الشكل هك الجمال هك الشعر اللي نسف منه ومنه وهك الزين هك الفستان اللي نص صدره طالع يهبل. يوم تجي تهنها بالقد من هي انتي؟ قالت انا قميلة. قالت قميلة تركض لعمته أمه قميلة احمر واصفر قميلة احمر واصفر. قالت وش قميلة احمر واصفر؟ منين جابت الحمار والصفار؟ أنا قصدي أنها تلعج من الحمار وعليها ذهب. تركض لهم تروح تشوف من الشراف وش هالقميل الأحمر وأصفر. يوم شافت وثرت قصور بنية حرمت وليده. قلت لا إله إلا وش أنتي؟ قلت أنا قميلة. قالت لا والله نيرة. لا والله ييلة. وش قميلة؟ وين أنت؟ وشلون أنت غبن هالزين بت؟ قلت والله أنت اللي مغبيته دثرته مو بنا. أنا وش أعرف أنا؟ طلعت على الدنيا ما حد دبر. قلت خلاص سامحينا وحللينا وان شاء الله باكر بحط لك احسن عرس. وما شاء الله تحط لك غرفه الزينه ويحطون العرس حنير وياكلون العشي ولا عزمون ولا على اكراع. لكن الله يسامحهم ويبارك لهم. هذا القصه قلتها لكم ان شاء الله نعجبكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.